2-1-3 نتاع المطالب الأساسية الأولى وهو النظام الأساسي اللي هي المشتركة نتاع المهندسين ما بين الوزارات. وفي الحق هذا النظام احنا اقترحنا واحد مشروع نتاع نظام جديد كان طالبوا في الحوار حول هذاك النظام اللي فيه زيادة في الأجور بطبيعة الحال وفيه كذلك خاصة زيادة درجة جديدة لدى المهندسين اليوم في القطاع العمومي كيتوظفوا في السلم 11 قديم وكيترقاو خارج السلم درجة أولى وخارج السلم درجة ثانية وكينتهي المسار النهائي تاعهم بمعنى كاين شي وحدين ل 16 عام ما كتبقاش لا ترقية لا يعني لا أفاق لا زيادة في الأجور إلى آخره. هذا مشكل الأول. المشكل الثاني وهو المهنة تاع الهندسة في المغرب غير منظمة، كاع المهن منظمة إلا مهنة المهندس. اليوم أي واحد يجي يمكن له يمارس هذه المهنة هذه، مثلا باستثناء المهندسين الساحين الطبوغرافيين هما العدد تاعهم قليل، باقي الاختصاصات تاع المهندسين غير منظمة. في حين رغم أن واحد لقب ديال المهندس كاين واحد ظهير اللي كينظم حمل تاع لقب مهندس كاين 49، لكن هذاك اللقب عنده قيمة شرفية فقط. يعني اليوم مثلا إلا بغيتي تبغى الطبيب يمارس مثلا مهنة تاع الطبيب خصو يكون يعني مسجل في الجدول تاع الهيئة تاع الأطباء وخصو ذاك الدبلوم تاعو يكون معترف به إلى آخره. حنا المهندسين ما كاينش قانون منظم، ما كايناش شيء تاع المهندسين، وكاي كل من هبه ودب يمكن له يمارس. وخاصة كاين مشكل ثالث وهو انه ما كاينش اتفاقيه جماعيه في القطاع الخاص. كاين المهندسين في القطاع الخاص كيجي كيش حدنا الاجور مثلا.